وأما مؤامر الماليات والمذنبين كلهم كانوا يتجمعون عند عيسى خاطر يسمعون حكيه. أما علماء فرقة الفريسيين ومعلمين التوراة بدندنة كانوا يقولون هذا الزلمة يقبل المذنبين ويقعد معاهم على الصفرة. شاع عيسى يابلهم هذا المثل: ياهو منكم إلا عنده 100 طلي، ووقت اللي واحد من ذكن يضيع ما يعوف ذكن 99 بالصحراء وما يروح ورا ذاك الضايع خاطر يلقاه. ووقت اللي لقى طول الضايع بفرحة يحطه على كتفه وإي للبيت ويريد الصدغان والإيران ويقول وفرحوا معاي لأن لقيت طولي الضايع. أقلكم بهالشكل الفرد مذنب اللي إيتوه تصير حفلة أعظم بالسماء بالنسبة لل 99 صالح اللي مو عايزين التوبة. ويا مرة اللي يكون عندها 10 سكات فضة ووقت اللي تضيع وحدة منهن ما تشعل فانوس وما تكنس البيت، والوقت اللي ما تلقاها ما تيوز من التدور، ووقت اللي لقيتها تريد صديقات وياراتها وتقول افرحوا معاي لأن لقيت سكة الضايعة. أقلكم بهالشكل التوبة فرد مذنب تصير حفلة وفرحة بحضور ملائكة الإله.